بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أتكلم اسمحوا لي أن أنا أطلب منكم أن احنا نقف جميعا عشان نوجه تحية. مش هنقف حداد ولا حاجة، لكن عشان نقف بعد إذنكم نوجه تحية لكل شهداء مصر، لكل شهداء مصر. أنا مش هقول شهداء مصر مين، الجيش ولا الشرطة ولا الشعب، لكن هقول كل شهداء مصر. بنقف عشان نقول لأهليهم، الأم اللي فقدت والزوجة اللي فقدت والابن والابنة اللي فقدت، احنا والله ما ناسينكم، احنا فاكرينكم كويس ومش هننساكم أبدا. احنا موجودين هنا بدم أبنائكم، احنا مش ناسين ده. دي أول إشارة. الإشارة الثانية، أنا عايز أوجه تحية لشعب مصر كله، لكل المصريين. اسمحوا لي إن احنا نوجه لهم، لكل المصريين، التحية بعد إذنكم يعني. اتفضلوا استريحوا.